طرابلس نعم على هذه النتيجة وللمحاولة الله 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 يا طرابلس الله انتعش المترج الأزرق اشتعل المترج الأزرق طرابلس يأتي في اللحظات الأخيرة ينجحون في الكرة الأخيرة أي عبور أي مرور أي عبور أي مرور طرابلس في ياسين بخيت يرسل كرة الله يا الفيصلي نعم عادوا مرة أخرى في اللحظات الأخيرة طاهر الجادم الاسم البثيل يأتي بالحل المثيل على غرار شوط المباراة الأول على غرار هدف طرابلس في نسخة كربونية الله يا الفيصلي كان خياره بمحله اليوم شوفوا بالله يا سلام يا سلام يا سلام كيف وضع الكرة أبو بكر المالي يا سلام على مايكل هليكبي يا سلام على طرابلس أوه من دون أي حلول عند مهدي خليل يعني هيك كرات صعبة على مهدي خليل صعبة على غير مهدي خليل صعبة على أي حارس مرمى لاعب حريف بأي طريقة كان عم يوضع الكرة باسم قدم أبو بكر المل النتيجة للسلام زغرتا في الدقيقة 88 في واحد من أجمل أهداف الدوري اللبناني لكرة القدم وبهذه النتيجة صعد فريق الرسنج إلى وصافة الترتيب ب 28 نقطة في حين بقي السلام زغرتا في المركز التاسع بعد أن توقف رصيده عند 11 نقطة على الخطأ ربك تأتي من خلال هدف الأول التسديد الله أبو بكر المل يسجل في الذهاب أبو بكر البل يسجل في الإياب ينجح من خلاله في تقليص الفارق لصالح طرابلس اللبناني ماذا إذا كان قد سجل محمد غدار ركلة الجزاء مع هذا الهدف